هلا عن نون بارامتريك رح ناخذ الكاي سكوير والبارامتريك تيست رح ناخذ عليه اكزامبل اللي هو التي تيست. ان بتوين رح ناخذ بشكل عام فور اذر تايب اوف ريسيرش تيست. هذول بدكم تحفظوهم الله بيعينكم، لكن رح ناخذ اللي بالتفصيل اللي هي الاكويجن للكاي سكوير والتي تيست الون. هلا بشكل عام لما باجي بطلع عندي على البوبوليشن ديستريبيوشن، حكينا انه الديستريبيوشن ممكن يكون عندي نورمالي ديستريبيوتد، الرايت از ايكوال ان ذا ليفت، يكون عندي سيمتريكال اللي هي البيل شيب او الجاوسيه كيرف. هلا في حاله النورمالي ديستريبيوتد داتا يوجوالي وي جو فور بارامتريك تيست واللي له سيرتن اسامبشنز رح ناخذهم بالتفصيل. اذا كنت ما بعرف ايش الديستريبيوشن للداتا، كان عندي skewness to the right or to the left، أو بالضبط أنا ما بعرف إيش الdistribution لإلها، we will go for non-parametric test. هل في اختلاف بيناتهم؟ كل test موجود عندي في الparametric test في له equivalent test بالnon-parametric، لكن بشكل عام in parametric test بتكون عندي precise أفضل ودقتها أعلى من non-parametric. لكن in certain situation we can go for a parametric test. لازم نستخدم non-parametric. زي إيش مثلا؟ إذا كانت في عندي extreme outliers في الداتا، كانت الداتا مثلا عندي skewed to the right أو to the left، level of measurement مثلا كان عندي على مستوى nominal level of measurement أو الكاتيجوريكال اللي هي زي ما باجي بقول ال age، كانت عندي مثلا less than 15 or larger than 15، أو كانت عندي مثلا الجندر male or female، smoking yes and no. فهذولا التايب اوف ليفل اوف ميجرمنت نهائيا ما بامكاني استخدم فيهم بارامتريك، لازم نستخدم عندي النون بارامتريك تيست. هلا البيسك اسامبشنز اللي بتتعلق عندي بالبارامتريك تيست، هلا شو امثله على البارامتريك تيست؟ زي ما باجي بقول التي تيست، النوفا تيست، كلها هاي عباره عن اكزامبلز للبارامتريك تيست في الاحصاء. هلا فيرست اوف اول ذا اوبزرفيشن ماست بي اندبندنت. لما باجي بقول مثلا بدي اخذ الهايت للناس اللي موجودين عندي في القاعة هاي، هل الهايت for anyone of you depends on the person sitting next to him؟ لا. فكل القراءة عبارة عن independent observation. الweight نفس الاشي. فهذه اللي هي the first assumption that the observations need to be independent. The second one باجي على level of measurement. لما حكينا على level of measurement حكينا في عندي categorical أو discrete أو اللي هي مرات بسموها qualitative، تيجي عندي nominal تيجي عندي ordinal. هذه type of data لما باجي بدي أعمل لها إحصاء ما بينفع معي إلا أطلع النمبر والfrequencies الأقوى منها والأفضل اللي هو continuous أو quantitative one اللي زي interval وزي ratio. فمشان أنا أستخدم البارامتريك تيست لازم تكون عندي level of measurement للdependent variable أو outcome اللي أنا بدي أقيسه، لازم يكون في عندي continuous as interval and as ratio. الداتا لازم تكون عندي normally distributed، لازم يكون برضو عندي homogeneity. شو معنى homogeneity؟ لما باجي بطلع على standard deviation، standard deviation للجروب الأول بدي أقامه مع الجروب الثاني، they need to be similar أو لتكون تقريبا في تجانس بيناتهم. إذا كنت عمالي بطلع على two groups بدي أستخدم parametric test لكن الستاندرد ديفيشن للجروب الاول كتير اعلى من الجروب الثاني، هذا بيعمل عندي بريكنج لبيسك اسامبشن للبارامتر. بس نشرح التي تيست ان شاء الله برد نتطرق له. هلا الشيء الاخير كمان اللي هي الجروبس لازم تكون عندي اللي هي منفصله، مثلا عندي مينز اند فيميلز، عندي فارماسيست اند مانجرز، بدي استخدم مثلا بدي اقارن المين او بدي اشوف اذا الفاريبلز ريليتد، كلها هذولا لازم يكون في عندي normally distributed population، ما يكون في عندي overlapping between the variables. هلا dependent لازم يكون عندي interval or ratio اللي هو the continuous. The independent بيكون في عندي categorical، والcategories اللي موجودة لازم تكون عندي at least two or more. على نقطة homogeneity ليش هاي مهم؟ إحنا أصلاً لما نقارن الجروبين يعني لأنه overlap يكون في difference كبير. إذا بدي إحنا المثال اللي أعطيناه مثلاً على الأكاديميك أتشيفمنت، إذا أخذت الأكاديميك أتشيفمنت المين لإلكم مثلاً 65 plus or minus 20، معناته الأفرج لشعبتكم كان 65، معظم العلامات بتتراوح عندي ما بين 45 و 85 إذا جمعي صح.
الشعب الثاني كان the same average، كان عندي 65 لكن the standard deviation زائد أو ناقص 5. فمعناته أغلب الشعبة أو مثلاً ال within one standard deviation كانت في عندي ال distribution للداتا ما بين 60 وما بين 70 العلامات. فأنا السؤال كان عندي do we have significant differences between the academic achievement أو the average midterm exam scores for the first section compared to the other section؟ لما بطلع على المين 65 و65 لا they are the same. لما باجي بدي احسب الفاريابيليتي، الفاريابيليتي لشعبتكم كتير اعلى من الشعب التانية، فلما راح احسب الديفرنسز ممكن ما يطلع عندي significant differences. فهذا مش الاكيوريت تيست. طالما في عندي significant differences بالستاندرد ديفيشن الافضل استخدم كاي سكوير او استخدم نون بارامتريك، بيعطي عندي ايجابي ادق لان الفاريابيليتي عاليه. لو بدي اقارن انا اعمل الكومبيرينج للديستريبيوشن للشعبه الاولى مع الشعبه الثانيه وعملت لها بلوتينج على كيرف، راح تلاقي الكيرف لشعبتكم راح شويه تكون عندي فيها كيرتوسز او يكون في عندي فلات. فمهم جدا الفاريانس يكون تقريبا عندي ايكوال. احصائيا بالاس بي اس اس ليفيتس لحاله بيطلع عندي اذا كان في عندي هوموجينيتي في الداتا او لا. ممكن تعيد نقطة الأوفرلابينج؟ هلا يوجوالي وين بالنسبة للفاريابلز وي بريفير إنه ما يكون في عندي أوفرلابينج بين ذم. يعني مثلا لما باجي بدي أخذ سيرتن ديفيندنت بتكون في عندي الداتا ما بتكون في عندي كلير الكونكلوجن، فلازم أنا مثلا لما باجي باخذ الهايتس لإلكم باخذ الهايتس سيبريتلي، ما باخذ مثلا في شغلات اوريدي ما بيحضرني اللي هي مثال عليه. لكن when we have اللي هي overlapping بالvariables بصير في عندي contamination او confounding variables اللي بتاثر عندي على الدراسه بتكون عاليه. فبالتالي اي level of significance سواء كانت عندي significant or not significant بتكون عندي biased او ما بتكون في عندي clear لانها contaminated with other variables. هلا لما نيجي عندي على النون بارامتريك مش مهم الديستريبيوشن، ممكن يكون عندي نورمال ديستريبيوتد، ممكن يكون في عندي سكيونس في الداتا، ات دازنت ماتر. السامبل سايز المينيمم للبارامتريك لازم يكون في عندي مينيمم سامبل سايز 30 بارتيسيبنت. في حاله النون بارامتريك ممكن وي كان دو ات وذ 20 بارتيسيبنت، فالسامبل سايز اللي بياخده اقل. انذر ادفانتج للنون بارامتريك انه النومينال فاريبلز اللي هي الكاتيجوريكال الوحيد اللي بقدر استخدم فيه تحليل احصائي اللي هو with using the non-parametric test. فعادة في حالة the non-parametric لازم يكون في عندي اللي هي raw frequencies، يعني لما باجي بطلع على الداتا لازم يكون في عندي raw frequencies، ما بينفع اطلع على the percentages. هلا كمان the non-parametric test it is helpful لما بيكون في عندي outliers. Another thing اللي هي بالإضافة للcomparing the means، لو أخذنا مثلاً as an example للparametric test في عنا t-test it's compare means between groups. لما باجي على chi-square test as a non-parametric test comparing مثلاً if the groups are related لكن ما بيقيس في عندي relation. When measuring correlation في عندي test في non-parametric وفي عندي test equivalent لإله الكوريليشن. عادة هذا مثلا ممكن يكون في عندي نيجاتيف كوريليشن، ممكن يكون عندي بوزيتيف كوريليشن، ممكن ما يكون في عندي اني كوريليشن. رح ناخذهم بشكل عام مش مطالبين فيه، لكن اعرفوا انه في اشي اللي هي if two variables are related or correlated، وعادة بتعتمد كمان عندي على الليفل اوف ميجرمنت. هلا الليفل اوف ميجرمنت بالتفصيل ممكن يكون عندي قلنا كاتيجوريكال نومينال، ممكن يكون عندي رانك اوف اوردينال، ممكن يكون عندي بارامتريك ميثود. هلا بناء على الليفل اوف ميجرمنت بحدد استخدم بارامتريك او نون بارامتريك. البارامتريك تيست اللي موجوده عندي مثلا اللي هي ستاندرايز زي تيست او اللي هي تي تيست، ومرات بتتسمى عندي ستودنت تيست نسبه للعالم النيك نيم اللي كان يوقع فيه. في عندنا اللي هي تي تيست بتوين جروب، عندي تي تيست وذين جروب راح ناخذهم بالتفصيل. وفي عندي وان واي انوفا، هذه بتكون عندي لما يكون في عندي مور ذان تو جروبس عادة نستخدم فيها الأنوفا for comparing the means. هدول كل ياتهم عبارة عن parametric test. ولما حكينا عنا على correlation لما باجي بشوف مثلا إيش العلاقة بين الأكاديميك achievement أو اللي هي مثلا your midterm exam
مع الاي كيو لكم. كل ما ارتفع الاي كيو مثلا كل ما زاد عندي الاتشيفمنت او الاكاديميك اتشيفمنت. ففي عندي تو كونتينوس فاريبلز بينقاسوا عندي عدديه، فهذا بقيسه عن طريق البيرسونز كورليشن اوف كوفيشنت. مرات بتكون عندي القياس اللي انا بقيس فيه الاتشيفمنت ما بيكون عندي كونتينوس، ما بيكون في عندي نمبر، بيكون في عندي كاتيجوريز. زي لما باجي بقول where the product has been made, is it made in China or somewhere else, وباجي بعمل evaluation مثلا للquality of the product, high quality, poor quality or average quality. هلا هدول categories ما في عندي numbers. لما باجي بدي أشوف العلاقة بين المنتج وبين جودة الإنتاج اللي هي if it is made in China and being poor quality, باجي بستخدم Spearman correlation. فبيطلع عندي are they related or not. هلا الإكوفلنت لإلهم اللي هي النون بارامتريك تيست، في عندي الكار سكوير. الكار سكوير عادة إذا كانت عندي 1 جروب أو 2 جروبس أو مور ذان 3 جروبس اللي هي بيسموها الكي سامبل، كي سامبل، هدول كلياتهم نستخدمهم الكار سكوير تيست. إذا كانت عندي مور ذان 2 سامبل وكانت في عندي السامبل ديبندنت بنستخدم الكوكرين كيو. هلا لما باجي بقول السامبل اندبندنت أو ديبندنت بفهمها انا من الكونتكست للمحتوى. هلا شو معنى ديبندنت وشو معنى اندبندنت؟ اذا اخذت انا الاكاديميك اتشيفمنت لكم كطلاب طب وقارنته مع الاكاديميك اتشيفمنت مثلا لطلاب التربيه او علوم التاهيل، وي هاف تو ديفرنت جروبس، ففي هاي الحاله وي هاف اندبندنت سامبل. او اجيت مثلا بدي اشوف اللايف ساتسفاكشن والديفرنسز بين الميل والفيميلز، يو ار تو ديفرنت انتيتي، في عندي الميلز وفي عندي الفيميلز، فذوز ار تو اندبندنت سامبل. اذا اجيت على نفس الجروب، اجيت مثلا على الفيميلز اللي موجودين عندي هنا في القاعه، اخذت مثلا يور ويت وعملنا له ميجرمنت ليتر اون، مثلا كان في سيرتن دايت، كان مثلا في سيرتن اكسرسايزز، وردينا اخذنا الويت لكم، you are the same sample، لكن انا عمالي بقارن الويت before intervention before the diet و post diet. فشو صارت في عندي؟ صارت عندي one sample لكن في عندي two different readings، فهذا يدخل عندي بالdependent sample. اوكي هلا اذا كانت الداتا rank or ordinal ما بامكاني استخدم التي تيست، بستخدم اشي بسموه اللي هي مان ويتني تيست. إذا كانت عندي السامبل ديبندنت مش اندبندنت وكانت عندي الداتا ليبل اوف ميجرمنت لها رانك اور اوردينال بستخدم الويلكوكسن. إذا كانت عندي السامبل أكثر من 2 3 4 وي ار كومبيرينج المينز لإلهم أو مثلا الريليشن بنستخدم عندي الكراسكال والس. وإذا كانت عندي برضه اندبندنت ممكن استخدم اللي هي تايب اوف انوفا اللي هي بيسموها فريندمانز انوفا تيست. كيف بيجي السؤال في الامتحان؟ طبعا هذا بلخص 90% من الستاتستيكال تيست الموجوده في الاحصاء واللي راح تمر عليكم في الريسيرش. بيهمني فيها افهم لما اذا انا فهمت الليفل اوف ميجرمنت للداتا بعرف اذا الستاتستيكال تيست يوز از ابروبريت اور نوت. على سبيل المثال مثلا اذا انا بدي اعرف عندي يورين انفكشن او لا لشخص معين، في عندي سيرتن تيست ممكن اعمل يورين اناليسيس، ممكن اعمل كلتشر، لكن أو ممكن أعمل CBC. فthey are related. فنفس الإشي في الإحصاء. Certain type of test, certain level of measurement ما بينطبق عليها وما بيطبق عليها إلا certain type of test of statistical analysis. هلا لما بنيجي عندي على الكاي سكوير، الكاي سكوير هل هو بارامتريك ولا نون بارامتريك؟ It is non parametric. The non parametric test هذا رح ناخد فيه بنغطي نوعين. اللي هو كاي سكوير اوف اندبندنس وكاي سكوير جودنس اوف فيت داتا. هلا هدول الاثنين بيهمني فيهم هاو تو فورميليت النال هايبوثيسس والالتيرناتيف هايبوثيسس، كيف اطلع الاجابه بدنا ناخذ فيها معادله. هاي الايكويجن نفس المعادله اللي بتستخدم عندي بالاس بي اس اس على اساس تطلع عندي الكاي سكوير داتا. مش مطلوب منكم تحفظوها لكن اعرفوها وشوفوا كيف طريقه التطبيق عليها. بيهمني فيها ترجعوا للكريتيكال كير الكريتيكال كاي سكوير تيبل وتعرفوا تميزوا هل القراءه بعد ما اطبق انا هاي المعادله واقارنها بالكريتيكال فاليو اللي موجود عندي بالكاي سكوير تيبل هل هي اكبر او اقل، وبالتالي دو اي نيد تو ريجكت اور اكسبت النال هايبوثيسس. فتطبيق
اشتغل عليها، هذا مطلوب منكم بالاضافه كمان للديجري اوف فريدم. As an parametric test كمان بسموه هي free distribution، ما بيهمني normally distributed أو في عندي skewness في الداتا. Sample size المينيموم لازم تكون عندي 20. الداتا كمان لازم تكون عندي grouped in frequencies، ولازم يكون عندي على الأقل 5 frequencies بال raw frequencies اللي موجودة. لو أخذنا مثلا هذا المثال، السؤال بيحكي لي اللي هي إذا كان عندي الجندر في عندي البرسيبت هيلث. Do we have differences between men and women when it comes to perceived health? هل ال women they perceive themselves in better health؟ أو مثلا are they complaining more؟ فبالتالي they perceive their health poorer than men؟ بدي أعمل عليه research. هذا research مثلا أخذنا ال independent variable اللي هو sex or gender of the participant. عندي female وعندي male. ال perceived health في هاي الحالة عندي في هذه الكاتيجوريز we have average, we have good and we have poor. لما باجي بقول 8 معناته we have 8 females perceive their health as average. We have 7 females perceive their health as good. وعندي 4 females perceive their health as poor. ما تطلعوا ليش على الايج جروب، احنا عمالة بس بنحكي اللي هي على ال perceived health وعلى الجندر. إذا بدي أطبق عليه الكاي سكوير شو بتكون عندي النون هايبوثيسس؟ إنه الجندر والبرسيفت هيلث they are two different entity and they are not related. الالترناتيف هايبوثيسس إنه لا overall perceived health is somehow related مثلا with gender، إنه ممكن الفيميلز they tend to complain more or to perceive them health like in a poor health. فهذا بيكون في عندي الالترناتيف هايبوثيسس. لما باجي بدي اطبق عليها الكاي سكوير لازم تكون عندي الداتا فريكوينسز زي ما هي موجوده هون، ما بتكون عندي برسنتجز، يعني ما بتكون عندي الداتا 10% من الفيميل ذا بيرسيف ذير هيلث افريج، لازم تكون عندي اكتوال فريكوينسز وبطبق المعادله. هلا قبل ما نروح على تطبيق المعادله بس نعمل كويك سمري على الاس بي اس اس. ايش اللي حكيت اتليست 5 لازم يكون في عندي الفريكوينسز اللي موجودة بالخانات أزا كاتيجوري لازم يكون في عندي 5. طب هو في 3 مش فاهمة إيش اللي لازم 5؟ الأوبزرفيشن اللي هي أزا فريكوينسز ايديالي لازم تكون في عندي at least 5 observation of number 5 للفريكوينسز اللي موجودة مشان تعطي عندي قراءة صح. هلا لما نيجي عندي على الكودينج بالفاريبل حكينا هي لما باجي انا بدخل على الاس بي اس اس، طبعا هذا مش مطلوب منكم في الامتحان لكن يعني كمعلومه عامه في عندكم اللي هي تو بيجز، في واحده اللي هي داتا فيو وفي عندكم الفاريبل فيو. الفاريبلز عاده تيجي عندكم كلمه فاريبل 001 فاريبل 002 فاريبل 003 وانتم بتعملوا لهم كودينج. على فرض مثلا اول شيء الاي دي، اذا كنت مثلا ماخذ اليونيفرسيتي نمبر او ماخذ الكويستشنير وحامل كودينج 1 2 3 4 او رقم الكراسي اللي انتم جالسين عليها بحطها، اخذ مثلا الجندر باجي بدخل الفاليو 1 فيميل 2 ميل الى اخره بهاي الطريقه، سواء كانت عندي دايكتوماس 3 اور 4 بعمل كليك، مجرد ما دخلتها بيطلع عندي النيم لها على الاس بي اس اس. اذا اخذنا على الديسكريبتيف ستاتستيك زي ما شرحنا بالمحاضرات السابقه بروح عندي على انالايز ديسكريبتيف ستاتستيك بحط على descriptive ممكن اطلع المين، بضغط على مين او standard deviation او frequencies الى اخره حسب الفاريبلز اللي انا دخلته وبدي احسب له بيطلع عندي automatically وبتطلع عندي ال SPSS output في هاي الطريقة. على فرض مثلا كنت مدخل الجندر كان في عندي coding لإلها number 1 is female number 2 is male، اعطى عندي الفريكونسي عندي 216 female participated شكل تقريبا 45.6% من العينة، الميل كان عندي 258 وكانت عندي البرسنتج لإلهم 54. لما دخلنا على الماينوريتي as a minority classification ما كان ماخذ بالتفصيل، كان ماخذها as diatomous are you do you perceive yourself as ethnic minorities or not، فكانت عندي البرسيف ethnic minorities as yes شكلت عندي تقريبا 21.9% of the total sample.
حيث مثلا اطلع على هيستوغرام برضه بامكاننا نعمل لها بلوتينج وبتطلع عندي شكلها ومن ضمنها كمان I can identify if it is normally distributed or not. بس هاي الطريقة is it normally distributed هنا؟ It is not normally distributed. It's brightly skewed. في طريقة تانية بنطلع فيها إذا كانت الداتا normally distributed or not. لأنه حكينا the first assumption دائما لما تشتغلوا أي research وبتكو تحكوا إنه أنا بدي أستخدم t-test ما بدي أستخدم chi square اللي هي you have to prove إنه الداتا normally distributed. في إلها فحص إحصائي اللي هو بيسموه كولمجروف، فهذا بالكولمجروف بطلع عندي على level of significance. عندي هنا كانت 0.82 طالما إنها أكبر من 0.05 معناته that is normally distributed. إذا عملت فحص normality test اللي هو بالكولمجروف test وكانت عندي P value less than 0.05 معناته في عندي skewness للداتا، we go for non-parametric. مش داخل معكم في الامتحان لكن عشان تعرفوا بس انه احصائيا كيف او statistically الفيرست assumption قبل ما اجي اقول انه انا بدي اشتغل parametric or non-parametric this is how we confirm that data normally distributed or not عن طريق عمل هذا الفحص. اوكي فاذا كانت عندي الالفا ليفل less than 0.05 less or equal معناته في عندي breaking to the first assumption انه the data is not normally distributed. هلا بنرجع لموضوع الكاي سكوير، قلنا لازم يكون عندي الداتا فريكوينسيز، لازم يكون في عندي الاكسبكتد فريكوينسي في اي وحده فيهم اللي هي greater than 5 والسامبل سايز لها كمان لازم يكون عندي at least 20 participant to apply it. المعادله اللي هي الاكس الكاي سكوير is equaling the summation the observed value ناقص الاكسبكتد فاليو سكوير على الـ expected value. What we mean by expected والـ observed value. الـ expected values عادة احنا بنطلعها من الـ critical chi square table اللي already developed شبيه عندي بالـ t table وشبيه عندي بالـ z table الـ z table اللي اخذته قبل فكلها بتكون عندي الداتا موجودة والـ observed اللي انا شايفته. يعني على فرض مثلا الجامعة بدها تركب عندي CCTVs للجامعة الأردنية وتحطها على المداخل اللي already بيدخل أكثر إشي منها الطلاب. ممكن يكون في عندنا expected إنه البوابة الرئيسية مثلاً هي أكثر بوابة بيكون في عندي high frequency والطلاب أكثر إشي بيدخلوا فيها. فممكن إحصائياً يتركب وبعدين أشوف أنا أديش الفاليوز اللي موجودة بناء عليها بصير في عندي decision should we install مثلاً CCTVs عند برج الساعة عند الرئيسي ولا it's a waste of time لأنه already في طلاب بفوتوا عندي من الهندسة بفوتوا عندي من باب الطب بفوتوا عندي من باب الزراعة. هلأ إذا إجيت مثلا على هذا السؤال إذا أنا في عندي concern بدي أشوف بدي أعمل promotion مثلا لسيرتين البرودكت زي sunscreen وبدي أشوف should I target women or men with the advertisement. هلأ زمان كان في عنا basic assumption إنه sunscreen عادة الفيميلز they tend to apply it they tend to take care of their skin cosmetically. هلا في شوية صار اختلاف ممكن صار في وعي صار في awareness انه مش cosmetic ممكن كمان عندي الريسك للسكن كانسر برضو اللي هي للبادي ايمج فممكن صار في عندي increase بالuse للsunscreen للmales والfemales خاصة كمان الاطفال الصغار. فكان عندي الريسيرش do we have significant differences between the use of sunscreens between genders الميل والفيميل النال هايبوثيسس شو بتكون في هاي الحالة use of sunscreen والجندر they are not related صح؟ الالترناتيف هايبوثيسس no they are related لأنه احنا في عنا basic assumption انه الفيميلز they tend to use more sunscreen or cosmetic creams. لما بنطبق الكاي سكوير ونطبق المعادلة هذا هنا كانت reporting من الـ SPSS فكان الـ chi square في هاي الحالة 12.3 degree of freedom is equaling 2 والـ level of significance is 0.02 وكانت عندي الـ alpha level هون على 0.05 do we accept or reject the null hypothesis? Reject. Yes, we reject معناته we have significant differences in use of sunscreens between genders. هلا لما باجي عندي على الديجري اوف فريدم الديجري
في حالة الكاي سكوير عادة بتعتمد عندي على في إشي بسموه اللي هي الرو والكولوم. هلا الفاريبلز الموجودة عندي كانت الجندر ميل and فيميل، وكانت عندي الشغلة الثانية اللي هي use of sunscreen. هلا use of sunscreen في هاي الحالة ممكن مثلا كانت عندي they don't use it, average use, highly use. كانت عندي 3 categories. ففي هاي الحالة كيف بنعمل؟ الفاريبل الأولاني اللي هو للجندر في عندي 2 options, 2 minus 1 واحد. اجيت على الاوبشن الثاني اللي هي الابلكيشن اور يوز اوف سان سكرين، كان في عندي 3 كاتيجوريز، هاي يوز، مودريت يوز او بور يوز الى اخره، وات ايفر. كانت عندي 3 فاريبلز، 3 ماينس 1 كانت عندي 2، 1 في 2 2، فكانت الديجري اوف فريدم لهذا السؤال 2. شو بتهمني الديجري اوف فريدم؟ جنرال الديجري اوف فريدم از ريليتد وذ ذا سامبل سايز، وبتهمني انا في حاله الكريتيكال تيبل، لانه لما باجي بعمل قراءه للكريتيكال تيبل عاده بتعتمد عندي على الالفا ليفل وعلى الديجري اوف فريدم. في هاي الحاله احنا قلنا الالفا از ايكوال اور ليس ذان 0.05، فلما باجي على الكريتيكال تيبل افقيا باخذ كاي سكوير 0.05، ولما بروح على الديجري اوف فريدم باخذ رقم 2 وباخذ تقاطعهم سوا، تطلع عندي الكريتيكال فاليو اللي موجوده في التيبل. بطبق المعادلة اللي هي الـ expected frequencies للـ observation ناقص الـ observation، الـ observation ناقص الـ expected frequency على الـ expected frequency square. هذا كله يعطي بعد ما أطبقه بقارن القيمة اللي موجودة في الـ critical table مع المقارنة مع القيمة اللي طلعت عندي من المعادلة. بعد ما أطبق المعادلة، إذا المعادلة القيمة أعلى من الـ critical table value، في هاي الحالة I will reject the null hypothesis. هلا كانت هذا اول نوع اللي هو الكاي سكوير اوف اندبندنس. في نوع ثاني له علاقه بالفريكوينسز اللي هو الجودنس اوف فيت داتا. لما باجي عندي على الجودنس اوف فيت داتا، الداتا تستخدم عندي the same equation، رح ناخذ عليها مثال هلا، بس قبل ما ناخذها نرجع في degree of freedom. degree of freedom حكينا الرو minus 1 في الكولوم minus 1. المعادله اللي بنطبقها اللي هي الكاي سكوير is the summation of observed frequencies ناقص ال expected frequencies square على ال expected frequency. هلا لما باجي بطبقها بقارن القيمة النهائية اللي بتطلع عندي من المعادلة وبقارنها مع القراءة الموجودة في الكريتيكال تيبل. لما أجي أفحص أني ليفل أوف سيجنيفيكانس يوزنج الكاي سكوير أو التي تيست، أهم إشي وأهم أسامبشن أول لازم أعمله هي لازم أطلع على ليفل أوف ميجرمنت، أشوف إنه ما في عندي بريكنج للأسامبشن. I have to set the level of significance and then to compare اللي هي the value we have من الإكويجن مع الجدول. الطريقة اللي بقرأ فيها الجدول، قلنا مثلا إذا كانت عندي degree of freedom is equaling 2 والليفل of significance كانت عندي على 0.05، باخد التقاطع هذه 0.05 مع أنا مش مبين عندي، على فرض هون 0.05 مع 2، فكانت عندي هون القراءة 5.99. القراءة اللي طلعت عندي من تطبيق المعادلة بقارنها مع 99. ناخذ هذا المثال، هذا المثال مثلا كان عندي عن الجرم لو. اذا كان بدي اعمل عندي مثلا زي سيرفي وبدي اشوف الاوبينيون او الاتيتيود توورد اللي هي الجرم لو، اخذناها اللي هي عندي البوليتيكال بارتيز، في عندي تو بارتيز، في عندي ديموكراتيك وفي عندي ريبوبليكان. وكانت السيرفين مستخدمة عندي كاتيجوريز، في عندي اللي هي 3 options if they favor the gun law or they are neutral they don't have any opinion or if they oppose the gun law. هلأ عدد المشاركين في هاي الدراسة كان في عندي اللي هي 90 participants.
10 من الديموكراتيك بارتي they were in favor of the law، عندي 10 they were in neutral، وعندي 30% were opposing، بينما عندي الريبوبليكان كانت عندي 15% in favor، مش favor 15 participants in neutral، وعندي 10 participants they are opposing the gun law. لما باجي بدي اشوف هل في عندي significant differences in views of gun law، I will formulate a null hypothesis. A null hypothesis ايش بتكون عندي في هاي الحالة؟ significant differences ما رح يكون في عندي belief views about gun law. يعني اذا اخذنا the views between democratic and republican there will be no expected differences in views. الالترناتيف انه لا according to the political parties راح يكون عندي الاوبينيون related للديموكراتيك او مثلا للريببليكان. نطبق المعادله اللي هي summation للobservation frequencies للobservation ناقص الاكسبكتد اوبزرفيشن سكوير على الاكسبكتد فريكوانسي. كيف بنحسب؟ هلا عندي 10 is it observed ولا expected؟ هذا الobserved، هذا الactual. عندي 10 participants actually voted in favor of the law، فهذا عندي الobserved frequency. الexpected frequency عادة باجي باخد 50 اللي هي على الfrequency of row، 50 في 25 للfrequency of the column اللي هو total، وبقسمه على 90. فبتكون عندي للديموكراتيك who are in favor 25 في 50 على 90، تطلع عندي الـ expected frequencies for the democratic who are in favor of the law. بدنا نحسب الـ neutral the same 25 في 50 على 90، طلعت عندي الـ neutral. الـ oppose أخذت 40 في 50 على 90، فإذا طلعنا الـ expected frequencies لـ democratic. الـ republican we will do the same 25 في 40 على 90، وبطلع القيمة للريبوبليكان who are neutral بيكون في عندي 25 في 40 على 90، وللريبوبليكان who oppose the law بيكون في عندي 40 في 40 على 90. هلا بعد ما طبقناهم بندخلهم كلياتهم وبدنا ناخذ السميشن summation لإلهم كلياتهم بعد ما انحسبوا كانت عندي 11.03. هلا degree of freedom في هاي الحالة شو بتكون؟ عندي republican و democratic 2 ناقص 1 1، وكانت في عندي favor neutral و oppose 3 ناقص 1 2 2 في 1. إذن degree of freedom في هاي الحالة is equaling 2. الألفا assuming إنها equal or less 2.05، طلعنا القيمة للكاي سكوير الاكتوال اللي هي 11.03. بروح على التابل هون degree of freedom 2 مع الكاي سكوير لل 0.05، وطلعت عندي القيمة 5.99. بقارنها مع القيمة اللي موجودة عندي في المعادلة، القيمة المحسوبة أعلى من الكريتيكال اللي موجودة في التابل. ففي هاي الحالة what we will do we will reject the null hypothesis. لو كنت حاسبها على SPSS رح تطلع عندي SPSS لحاله رح يعطي عندي قيمة التي الكاي سكوير تيست اللي هو 11.03، ورح يطلع عندي اللي هي البي أو الألفا ليفل، فرح تطلع في هاي الحالة less or equal 2.05. واضح؟ هلا الاس بي اس اس هون ديسكريبتيف ستاتستيك على كروس تاب، بعديها بتفتح عندي صفحه حطينا على كاي سكوير حطينا كونتينيو طلع عندي الاوتبوت، فكانت عندي اللي هي degree of freedom is equaling 2، الكاي سكوير طلعت عندي نفس القيمه اللي هي 11.0225، والليفل اوف سيجنيفيكانس كانت عندي 0.004.
فلما باجي بقول 4 بالألف أقل من 5%, فبالتالي in this case we have to reject the null hypothesis and assume we have differences belief views about the gun law between democratic and republic. Okay, واضح؟ دكتورة عندي السؤال هنا, هل هو نفس الشيء إنه إحنا نسوي زي ثلاث distributions, واحدة للفيفر واحدة للنيوترال واحدة للأوبوز بعدين نقارن بين هذه الثلاث؟ فهمت علي؟ في حالة المين هذيك يس يو كان هاي طبعا ما جربتها. راح يكون الفروقات انه مختلفه عن الفرق مختلفه عن النتيجه اللي احنا طلعناها ترايت, لانه بتخيل يعني يمكن هسه احنا لقينا سوينا ريجكشن وطلع انه في اسوشيشن, بس يمكن يعني مثلا بالنيوترال ما يكون في اسوشيشن بس انه الاكوز والفيفر غطت عليه. عرفت؟ في حالة الكاتيجوريز هذه بتعتمد عندي على observation وعلى frequencies على التعداد is it as expected or not, فكلها بتكون مقارنة عندي بالcritical value الموجودة في التابل. هلا ممكن يكون في إحصائيا أو رياضيا ممكن يكون في عندي alternative way, ممكن أنت تطلع لك بhypothesis جديدة في الماس, so it could be okay. فهي كلها you have to try it and you have to prove it as a theory, لأنه كلياتهم هذول اللي بالإحصائية عبارة عن theories. ومثل ما حكيت لكم حتى في الاس بي اس اس حسب الفيرجن اللي انتم بتستخدموه sometimes بيطلع في عندنا شويه differences. الاس بي اس اس الاكسل السات الستات كلياته بيعمل statistical analysis, لكن ممكن تلاقوا فيه اختلافات بين القراءات, بعضهم بيعمل rounding مرات مثلا بيكون في عندي marginal error, ففي اختلاف. بس المفروض الconclusion والفاينل كونكلوجن يكون ذا سيم. طب سؤال بس ايش نوع ما هو خارج الموضوع, تنصحين انه نتعلم مثلا ار عشان نطلع هيك ولا لا؟ الاكستنشن للار للاس بي اس اس يس يكون احسن. هلا بالفتره هاي فوكس انتم كلياتكم على موادكم وعلى وعلى الامتحانات وخذوا الباتشلور ديجري في الميديسن ليتر اون يس دورز ار اوبن, خاصه هلا برا اللي بفكر يطلع ما بده يشتغل بالكلينيكال اريا, ففي جود شانس خاصه بالستاتستيك وبالريسيرش يعني في جود امبلويمنت خاصه اذا واحد ما بده يشتغل بالكلينيكال اريا. هلا على الاس بي اس اس اخذنا مثلا هذا المثال, هذا المثال بيقول انه دو وي هاف ديفرنسز بتوين المريتال ستاتس اكوردنج تو جندر, هل الجندر مثلا في عندي علاقه between being female and being in a relationship or not. فكانت عندي الفريكوانسيز اللي موجودة للمريتال ستاتس, كانت عندي married, without, divorced, separated or never married, وكانت في عندي الجندر male and female or men and women. هلا لما تطبق عندي الكاي سكوير طلعت عندي level of significance is 0.001. هلا 0.001 assuming إنه level of significance is less or equal to 0.05, شو بعتمد؟ Do we reject or accept the null hypothesis في هاي الحالة؟ We rejected. طيب إذا كان جاكم السؤال بدون ال SPSS وكنت معطيتكم نفس المعطيات and you have to calculate the degree of freedom, عندي 5 options للمريتال أو للrelationship, 4 في 1 بيطلع عندي degree of freedom 4 وهيها أرضا إذا صحيح. نأخذ مثال ثاني كمان. هلا لما باجي بحسب على الاس بي اس اس the same we go to analyze على descriptive statistic بعدين على cross tab بدخل ال variables, مثلا عندي هون ال variables if gender and being fundamentalist are related, وبعديها رحنا على صفحة ال chi square ضغطنا chi square continue, فكانت عندي الـ level of significance here is 0.211. is it significant? 0.211 2 بالعشرة. It's not significant لأنها larger than 0.05 in this case. We'll accept it. Yes. Degree of freedom the same. كانت عندي being fundamentalist. عندي 3 options اللي هي fundamentalist, moderate or liberal. Liberal. 3 ناقص 1 2. وعندي الجندر male and female. كانت عندي 2 في 1 وكان عندي الـ degree of freedom في هاي الحالة is equaling to. كل عام وأنتم بخير.
الريبورت النهائي. بس الاوتبوت يس يعني بيجيكم ريسيرش كويستشن وبيجيكم الاس بي اس اس اوتبوت اند يو هاف تو بي ايبل تو انتربريت ات ود يو اكسبت اور ريجكت النال هايبوثيسيس. بيجيكم سؤال مثلا وات از ذا ابروبريت تيست يعطيكم اوبشنز مثلا اذا تي تيست كايسك بير باسكال ولس فوت از ذا ابروبريت بناء على المعطيات اللي بالسؤال. أو يجيكم مثلاً سؤال you have to calculate the degree of freedom. لازم نحسب الكريتيكال value. الكريتيكال value لا بجيب لكم إياها وأقول لكم would you accept or reject